السلام عليكم، كيفكن؟ إن شاء الله بخير. نحن فريق بلو بيتس 22، قررنا نبلش سلسلة فيديوهات لبعض مواد الفصل الأول من السنة الأولى. بهي السلسلة من الفيديوهات رح نشرح مادة مبادئ عمل الحاسوب بالقسم العملي منا. أنا عائشة الحسن، خلونا نبلش. رح نبلش بهالسلسلة بشرح اللوحة الأم للحاسوب بشكل كافي ووافي. أول شيء المذر بورد يتم صنعها من عدة طبقات بلاستيكية يتركب عليها مكونات اللوحة الأم من وحدات إدخال وإخراج. لما نطلع على اللوحة الأم نلاحظ عدة شغلات مميزة. أول شيء قطعة معدنية كبيرة مربعة الشكل هي وحدة المعالجة المركزية أو CPU. وظيفتها الأساسية هي معالجة البيانات وتحويلها لمعلومات. عنا مجموعة مآخذ بيضاء هي غالباً مخصصة لإضافة كروت خارجية ما بتكون مدمجة مسبقاً باللوحة الأم مثل كرت الشبكة والصوت. عنا منفذ أسود مخصص لكرت الشاشة المنفصل. بعدين عنا الجسر الجنوبي وعنا الجسر الشمالي. مجموعة مآخذ ذاكرة اللون تتميز بوجود ملاقط بيضاء على طرفها هي بتكون مخصصة لكروت ذاكرة الرام. عنا منفذ السواقة ومنفذ الباتا يحتوي على عدد معين من الإبر وبيختلف حسب النوع.